بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السيد الوزير، هذا الوقت ديال هو وقت ديال التفاعل والتجاوب مع المطالب المشروعة للشباب. بغينا السيد الوزير ومن خلالكم الحكومة تقولوا للشعب المغربي بهذا المنبر، وقتاش واحد الشريحة كبيرة ديال الشباب اللي هي الطلبة واللي العدد ديالها تيناهز 500,000 طالب، وقتاش غادي تستافد من التغطية الصحية؟ كيف هذا المشكل أشير إليه في القانون 65/00 ديال التغطية الصحية، والقانون 01/00 ديال التعليم العالي؟ وشنو هي الأسباب ديال تأخير تطبيق هذا القانون وتنزيله على أرض الواقع؟ شكرا. كلمة للسيد الوزير، تفضلوا. بالفعل كيف ما جاء في السؤال ديال السيد النائب، هذا احد البرامج او التدابير اللي كان المفروض ان تتخذ ضمن ما تم تفعيله من اجراءات في اطار تطبيق الاصلاح مع بدايه العشريه الماضيه. اسباب التعطل بدون شك السيد النائب المحترم كيستحضرها، من ضمنها بالاساس اعتقد وهو ان في الفتره اللي جاء هذا المقترح اي بدايه سنه 2000 واكبوا كذلك نقاش وطني حول قضية التغطية الصحية بشكل عام، وجا ديك الساعة النقاش حول اللايمو حول الرماد وحول ما إلى ذلك، وكانت هناك جوج ديال المقاربات بشكل عام. المقاربة ديال نتجهوا نحو نظام ديال التغطية الشامل كيهم المواطنين كلهم أيها كانت الشرائح اللي كينتميو لها، وكاين المقاربة الأخرى ديال نظام وطني كيعطي واحد الحد أدنى وأنظمة فيها واحد النوع من التباين على حسب الشرائح الاجتماعية. طبعا فيما يخص الطلبة، ما استقر عليه الرأي في نهاية الأمر وهو اعتماد ما هو متداول في العالم كله، أي في المنظومات اللي هي متقدمة نسبيا، أي أن الطلبة شريحة عندهم واحد نوع من الخصوصية. الخصوصية الأولى وهو أننا أمام فترة عمرية ما كدوم شيء مدة طويلة وهي انتقالية بمعنى ما. المعتبر الثاني وهو أن احنا أمام شريحة اللي ما عندها شيء القدرة أنها تساهم بشكل كبير في أيها نظام كيف ما كانت أهميته. وطبعا الاعتبار الثالث وهذا اعتبار ايجابي وكيعرفوا الجميع، احنا امام فئه عمريه اللي مشاكلها الصحيه ماشي مشاكل كبيره بالمقارنه مع الاطفال وبالمقارنه مع المسنين ومع النساء. الان ما نحن فيه الجواب بشكل مباشر على سؤال السيد النائب، الان كيف ما ذكر زميلي سي غماني من قبل، مشروع القانون واجد، هو الان في الامانه العامه. طموحنا كان اننا يمكننا نناقشوه في هذه الدوره اللي احنا فيها. انتم عارفين الضغط اللي حصل بالنسبه لهذه الدوره، هذه كنتمنى انه يورد في بدايه الدوره ديال الخريف المقبل. في انتظار هذا الشيء في اطار العمل ديال المكتب الوطني للاعمال الاجتماعيه الجامعيه، خذينا واحد العدد ديال التدابير اللي غادي يتم تفعيلها من خلال هذه السنه هذه الماليه، منها هذا الشيء ديال المساحات الجامعيه اللي كيعرفوا السيد الطبيب اللي كانت متوفره في واحد الفتره واللي تم بواحد المعنى التعطيل ديال العمل ديالها. الان احنا امام 35 مساحه اللي غادي يتم اعاده التجهيزات ديالها، كذلك مراجعه ديال الاطار التعاقدي اللي كيربط ما بين هذا المكتب وما بين وزاره الصحه فيما يخص لي كونفونسيونمون اللي كانوا في واحد الفتره واللي الان ما بقاو شيء، كذلك اقامه اتفاقيات مع القطاع الخاص بالنسبة لبعض الحاجيات، مثلا الكشوفات اللي يمكن ما تكون شيء متوفرة دائما في القطاع العمومي. بمعنى آخر أننا على الأقل في انتظار يخرج هذا القانون نوفر حد أدنى من الخدمات الصحية بالنسبة للشريحة اللي كيف ما قلت في العمق طلباتها بالنسبة للتغطية الصحية هي طلبات ديال التأمين أكثر منه ديال الجواب على قضايا ملحة. وشكرا. شكرا سيد الوزير، انتهى الوقت. تفضلوا السيد نائب في اطار. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء. نحن الان امام جواب ديال السيد الوزير، وقبله السيد وزير التشغيل كان شار بانه هذا القانون او هذا المشروع قانون تمت احالته على الامانه العامه للحكومه، ونحن نعرف كم من المشاريع القوانين وكم من القوانين اللي بقات في هذه المؤسسه لمده طويله ولم يفرج عنها. الان هو بغيت نذكر السيد الوزير بان هذا نظام التغطيه الصحيه إذا كان منصوص عليه في القوانين السابقة قانون 65/00 وقانون 01/02، أيضا كان منصوص عليه أيضا في البرنامج الاستعجالي، أيضا خص إحداث نظام للآفاق ديالو فعلا آفاق طويلة، ولكن من 2009 2012
الآن نحن على نهاية وعلى مشارف نهاية هذه الولاية. القانون لم يخرج. نحن لما كنطرح السؤال كنطرحوا هذا السؤال، هي في الحقيقة خدمات اجتماعية كان يجب أن تقدم للطلبة. إلا شفنا المنحة والاستقرار ديالها منذ 1981، ولا شفنا أنها لم تعمم لحد الآن، ولا شفنا النقل والمشاكل ديال السكن الجامعي، ولا شفنا الإطعام، ولا شفنا غياب المكتبات اللي عندها علاقة بالتكوين ديال الطلبة، ولا شفنا كنوقفوا عند التغطية الصحية اللي هو موضوع السؤال ديالنا. فعلا هذا مشروع كنقولوا بأنه متعثر، برنامج ورش وورش كبير، ولكنه عرف تعثرا لحد الآن، ماشي على مستوى الطلبة فقط وإنما على مستويات متعددة. لحد الآن الطلبة هم جزء من هذا التعثر اللي عرفوا هذا المشروع التغطية الصحية ديالهم. كنتمنى أنه يخرج، ولكن خاصنا نعطيه مصداقية. في السنة الماضية في هذا التقرير في هذه الدورة كان السيد وزير التشغيل وراه حاضر معنا، كان قال بأنه هذا غادي نبداو في التطبيق ديالو في الموسم المقبل، يعني 2010 2011، لكن للاسف الشديد انه ايضا نوفمبر 2010 اثناء المناقشه ديال الميزانيات الفرعيه قال غادي نبداو في الموسم المقبل، يعني 2011 2012. الان ان المناقشه ديال القانون لن مشروع قانون لن تكون الا في السنه المقبله ان شاء الله، يعني ان التطبيق ديالو لا ندري لماذا، خصوصا اننا كنتكلموا على شريحه اللي هي كتمثل الأمة، وشريحة الآن اللي هي نقدروا نقولوا بأنه في عالمها العربي تمثل تسونامي بالنسبة لمجموعة من خصوصا بالنسبة للمصداقية ديال الحكومة والقوانين.